تعالى دكتور هيثم، اهلا بحضرتك استاذ شريف، اهلا مصطفى. مبروك الانجاز الكبير. اي انجاز لبطل رياضي بيبقى طبعا عنوان للشركه اللي بتقوم برعايته وبمساعدته ودعمه. طبعا هم يعني كل الابطال بيشرفونا وبيشرفوا مصر وبيشرفوا اتحاداتهم وبيشرفوا وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه والروابط. طبعا هم طبعا بيتعبوا وانجازاتهم وسام على صدورهم. قول لي، احنا مش متعودين، او احنا طول عمرنا يعني طول الوقت بنتكلم على فكرة موضوع انه يبقى فيه رعاية خاصة غير اللي بتقوم بيها الأجهزة الحكومية او المؤسسات الحكومية للأبطال وللرياضيين. ده حاجة تمام. جديدة بالنسبة لنا في مصر، ما هياش على مستوى متخصص ومهني يعني بقى لها فترة. انتوا بتقوموا بإيه بالظبط؟ بتعملوا إيه بالظبط؟ تمام، احنا روابط اتأسست سنة 2017. احنا اللي احنا بنقوم بيه بنقوم بكل حاجة ممكن تساعد البطل انه يحقق ميدالية. طبعا بجانب دور الدولة الكبير اللي ما نقدرش حد فينا يعني يغفل عنه، والمصروفات الكبيرة اللي هي بتصرفها، بيبقى في جزء اللي هو احنا هنتميز ازاي؟ احنا هنوصل الابطال دول للمنصات ازاي؟ ده بيحتاج انفاق بشكل اخر وبطريقة اخرى وبكم كبير. يعني احنا مثلا من ضمن الرعاة عندنا البنك الاهلي المصري ايوه، وبنك سيد الابطال، بيفندوا اللعيبه بحيث ان احنا نقدر نطلع معسكرات اكتر، نقدر نطلع بطولات اكتر، نقدر يبقى في برايفت ترينرز سواء ترينر فني او ترينر بدني او يعني الشركة اجتماعي. بتختار الـ الأبطال اللي هترعاهم ازاي؟ ده بيبقى بالتعاون مع المنتخبات، مع الاتحادات الخاصة بالألعاب والرياضات، مع وزارة الشباب بالظبط. والرياضة، ولا أنتوا بتختاروا؟ بيبقى ليكم يعني ممكن مثلا يجي لك وزارة الشباب والرياضة، مديرية الرياضة، تقول لك أنا عندي فلان ده عايز أرعاه، بس أنت تقول لا، أنا عايز أعمل رعاية للرياضي تاني في نفس مجاله. بص حضرتك، هو بيبقى فيه كذا طريقه. في طبعا الطريقه اللي حضرتك بتقولها ان الوزاره او اللجنه الاولمبيه او اللجنه بترشح الباراولمبيه بترشح او الاتحاد بيرشح، وفي طريقه اخرى ان احنا بنشوف لاعب بناخده نعمل له قياسات بدنيه، بنشوف اللاعب ده مدى المهاريه عنده عامله ازاي. ان احنا عندنا في كل رياضه تقريبا استشاري للرياضه دي، ايوه، بحيث هو بيقدر يوجهنا في الحته دي. احنا محتاجين اللاعب دوت، هننمي فيه كذا وكذا وكذا، هيوصلنا ان هو يبقى بطل في الحته الفلانيه. بس دي احنا لسه شغالين عليها، طبعا بتاخد وقت. ان روابط من 2017 الجزء ده بياخد معانا فتره طبعا عقبال ما يطلع الناتج بتاعه باذن الله. وبالتالي انتوا لغايه دلوقتي الاساس بالنسبه لكم الترشيحات اللي جايه من الاتحادات الخاصه بكل رياضه واللجنه الاتحادات الاولمبيه والمنتخبات الوطنيه او المنتخبات الوطنيه. والمنتخبات الوطنيه الرياضات الفرديه ابتدت تاخد حقها ولا لا؟ لانه دايما احنا عندنا مشكله في انه لسه النهارده اعتقد، بس مش فاكر في انهي رياضه بالظبط، انه تتفاجئ بانه احد الرياضيين، وانا هنا ما بدينش حد وما بصدرش احكام على حد، دي مساله تخص اختيارات كل بني ادم، بس يقول لا انا مش قادر اخد الرعايه اللي تكفيني، انا هتجه لمكان تاني، لبلد تاني. بتشوف الموضوع ده ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجه. احنا الحمد لله روابط فيها ما يقرب من 60 بطل وبطله اولمبي وبارالمبي. بسم الله ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، برضو كلهم بيحصلوا على الرعايه المناسبه، وهم اكبر ابطال تقريبا في مصر. يعني ما شاء الله. التصرفات الفرديه دي احنا ما بنقدرش نحكم عليها ومش عارفين ايه اسبابها وايه خفاياها. مفهوم، كل تجربه بتبقى ليها تفاصيلها يعني. بالظبط، ليها تفاصيلها اللي احنا نفسنا ما نعرفهاش، ويمكن كمان اتحاداتهم ما تعرفهاش. بس انت يعني بيبقى في اغراض اخرى. كشركه ومتخصص في المجال دلوقتي ما تقدرش تقول ان دي ظاهره. لا لا طبعا مش ظاهره، طبعا دي حاجه فرديه، يعني تصرفات فرديه من بعض الشباب الصغير. ولو حضرتك تلاحظ ان اغلبيه اللي بيعملوا كده دول شباب صغير في السن، اقل مفهوم من 20 سنه مفهوم. يعني. لكن اي حد من مثلا من الابطال اللي منورين عند حضرتك هتلاقي ان بسم الله ما عمرهم شاء ما الله. فكروا في كده ولا هيفكروا في كده. نتمنى ده، ونتمنى انه دايما نقدر نوفر الرعايه بحيث انه محدش يقدر، او مش محدش يقدر، محدش يبقى عايز انه او محتاج انه يتجه لوجهه تانية. انا بشكرك شكرا جزيلا، يا رب بحييك ميرسي يا جدا دكتور هيثم، لحضرتك. وبحيي من ميرسي خلالك الشركه ومجهودك. تحياتنا لحضرتك ميرسي يا يا فندم، شكرا لحضرتك، ميرسي جدا ومبروك يا فندم. مره